إعادة الأمل بالنسبة لليمنيين تم فهمها حينها بأنها تعني الالتزام بالمليارات من الدولارات لإعادة إعمار اليمن وتعويض المتضررين وإصلاح ما دمرته الحرب. لكن على مدى سنوات مضت استمر القصف الجوي تحت عنوان إعادة الأمل لليمنيين يعطي نتائج عكسية، فلا عاصفة الحزم انتهت ولا إعادة الأمل أعطت ثمارها المرجوة منها. لهذا كله دخلت السعودية في مأزق ووقعت في مصيدة عنوانها حرب استنزاف طويلة الأمد. نحن لا نعيش ألم، نعيش دموع في اليمن، نعيش واقع اقتصادي، واقع اجتماعي، واقع سياسي ممزق. أي أن التحالف العربي في رؤيته بإعادة الأمل لم يعده إطلاقا، بل وزع على اليمنيين ربما الألم وليس الأمل. علينا أن نرى حتى نقول في الواقع أننا رأينا، لن نقول أكثر من ذلك، يجب أن نرى حتى نقول. ولذلك أقول أن التحالف العربي يجب أن يعيد سياساته، يجب أن يقوي الرئيس عبد ربه منصور هادي، يجب أن يقوي الحكومة اليمنية ويقوم بعملية موازنة للدولة واقعية، وماذا يحتاج الشعب اليمني ليعبر عن هذه الموازنة حتى لا يحدث الانفجار القادم ضد الدولة اليمنية القائمة وضد أيضا التحالف العربي. وهذا ستكون كارثة حقيقية في ذلك الوقت عندما يتغير مزاج الشارع اليمني للعداء نحو التحالف ونحو ما القائمين على هذه الدولة.